ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشوني جدا جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم ريفيو جامد جدا على فرشاه الدراي اللي هي هتظهر لكم فوق دي. يا ترى فعلا تستاهل الضجه اللي هم عاملينها على الانترنت ولا لا؟ انا النهارده جايه اقول لكم بتجربتي بصراحه بعد ما استخدمتها. وعلى فكره انا مش جايه لكم بواحده جديده زي ما بيطلعوا ولا اي الكلام ده خالص، انا جايبه لكم الفرشه فعلا اللي انا استخدمتها، هقول لكم مميزاتها وعيوبها. فلو هرمكم الامر تابعوا لنهايه الفيديو. يلا بينا نبدا. ورجعت لكم تاني علشان اقول لكم كل حاجه عن الفرشه دي. طبعا طلع من عليها ريفيوهات كتير جدا على انها تحفه جدا وقد ايه هي مفيده للبشره وكل الكلام ده. على فكره انا مش جايبه لكم واحده جديده زي بقيه الناس ما بتطلع، بيبقوا جايبينها جديده جدا ويطلعوا يعملوا عليها ريفيو من غير ما يجربوها. لا، انا جايبه لكم بتاعتي بعد تجربتها وبقت بالمنظر ده. هقول كل حاجه عليها دلوقتي، بس اهم حاجه ما تنسوش اللايك والاشتراك والتشير لاصحابكم اللي كنت عليه بيسيبوه تحت وهرد لكم عليه. اول حاجه، انا سمعت زيكم بالظبط في اليوتيوب وعلى انستجرام وفي مواقع التواصل كلها قد ايه الفرشه دي اللي هي تعتبر الفرشه الجافه للبشره قد ايه حلوه جدا وقد ايه ان هي تحفه وبتقشر الجسم والكلام ده كله. فانا قررت اجيبها. انا كنت جايبها يعني في حدود 65 جنيه، تمام، وطبعا من عند حد ثقه يعني. فكنت جايباها وقلت ان انا هستخدمها وهي على بشره جافه زي ما بيقولوا. على فكره هي بتتفتح زي ما انتم شايفين كده، هفكها لكم حالا، بتبقى تيجي بالمنظر ده. ديت لي الظهر، لو حابين تقشروا ظهركم بتحطوها، ولو حابينها كده برضو بتستخدم بالطريقه دي. انا جايه النهارده اقول لكم هل فعلا جابت نتيجه ولا لا، وهل فعلا استخدامها يعني مفيد ولا لا. اول حاجه، انا لما سمعت كده قلت اجربها فجبتها وفعلا استخدمتها على بشره جافه. اول حاجه ما عملت بالبشره الجافه انا حسيت ان في تهيج في بشرتي، دي اول حاجه حصلت لي. فقلت علشان هي جافه، تمام، قلت ان انا هستخدمها بعد كده كبدل يعني بحط عليها صابون او الشاور جيل بتاعي وابدا استخدمها. بصراحه انا ما لقيتش النتيجه خالص، هي عامله بالظبط زي عارفين اللوفه المغربيه الخشنه دي. دي على فكره دي انا بستعملها في الشاور بتاعي عادي، بحط عليها الشاور وابدا ان انا استخدمها لانها تبقى خشنه شويه فبتعتبر ان هي سكراب كمان. فاستخدمتها ك على الشاور في بالميه يعني، تمام. انا حسيت بيها انها نفس نتيجه بالظبط اللوفه المغربيه لانها خشنه وفي نفس الوقت بتعملي بيها، بس للاسف مفيش كام مره ولقيت شعرها عامل كده، تمام. بقت بصراحه يعني جزء فيه وجزء ما فيش شعر، او بمعنى اصح تانية كده. طيب انا دلوقتي انا جربتها وهي جافه ما استفدتش منها حاجه. الناس بتقول ان هي بتقشر البشره ولما تحطي حاجه بعديها بتستفاد، بالعكس انا ما عملتها شويه على ايدي دلوقتي حاسه ان بشرتي اتهيجت، حاسه ان انا بتحك حاجه خشنه على ايدك، فطبيعي ان انا يعني انا ما حبيتهاش خالص وهي خشنه. فما جربتها بميه وشاور جيل حسيت نفس الافكت بتاع اللوفه المغربيه، بالعكس اللوفه المغربيه احسن لانها بتقعد معايا وقت اطول وفي نفس الوقت بحس بنعومه لانها تعتبر ان هي خشنه بس في نفس الوقت ناعم. اما دي عامله زي الفرشه الخشنه بتوجع البشره وما لقيتش فيها اي نتيجه للسلولايت او ان هو بيشد البشره او الكلام ده خالص. بصوا انا زي ما قلت لكم ان انا في قناتي بقول الحقيقه على حسب تجربتي الشخصيه وحسب ما بيحصل لي او حصل لي في المنتج معين بطلع اقوله، مش علشان اشتري من حد او علشان ان انا اجيب حاجه مجانا من حد ان انا اقول عليها يا تحفه والكلام ده كله والفرشه تطلع معاهم جديده. لا، انا جايباها بعد استخدامها وبقول لكم الريفيو بعد الاستخدام، علشان حرام تدفعوا فلوس في حاجه وما تستفيدوش بيها. يعني انا لو هجرب تاني لا انا مش هجيبها، لكن طبعا بعديها على طول بعد ما عملت بالطريقه دي فبقيت بس استخدمها لظهري كيعتبر عشان بس ايديها، تمام، بحط عليها الصابون وابدا ان انا استخدمها.
وفي نفس الوقت بستخدم باقي جسمي اللي هو اللوفة المغربية لانها تبقى خشنة شوية. فبصراحة يعني ده تجربتي مع الفرشاة الجافة. في ناس هتطلع تقولي ده في انواع والكلام ده كله، على فكرة يعني ده يعتبر هي يعني في انواع وفي السعر، وعلى فكرة احيانا يعني انا بجيب من تاجر معين فبيديهولي بسعر اقل لاني بطلع اعمل ريفيوهات وباخد منه حاجات كتير جدا، بس ما بقولش عليه يعني. لكن انا بقول ان الحاجة زي ما بتيجي بالظبط وزي تجربتي بالظبط بطلع اقولها تمام، مش عشان يدير تخفيض او معامله او كده، لا مفيش الكلام ده خالص في قناتي. فانا قلت لكم زي النتيجه زي ما انا جربتها، فانتوا لو حابين تجربوا مفيش اي مشكله، ولو حابين ان انا يعني اقول له يعني حابين في تعليق معين حابين اجاوب لكم عليه برضو سيبوه في التعليقات وهرد لكم عليه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتشيروه لاصحابكم، ولو ليكم اي تعليقات ان شاء الله هرد لكم عليها في اقرب وقت. باي باي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.